طيب غدا إن شاء الله الذي يستعد للسنة ثلاثة بيت. طيب بسم الله سنبدأ الآن مع عبد العزيز حفظه الله. من أين استقر يا عبد العزيز؟ 523. 523. كم رقم 523 يا 2000؟ أيوة 523. طيب ابدأ يا عبد العزيز حفظك الله. أعوذ. انتبه. ماذا يا إخوان ماذا حصل؟ اسمعوا. ها؟ خيشوم. الخيشوم. أيوة الخيشوم. العين من؟ خيشوم. الخيشوم. يلا. أعوذ. ماشي. تتب هذا. انظر لها. أعوذ بال. قل هكذا. أعوذ بالله من الشيء. ما اسم هذا؟ الشيء. اسم تكلف. كله تكلف. اسمه تكلف. ضياء كيف حالك يا ضياء اليوم؟ طيب انتبه معي. أنا سأسأل إذا يوجد خطأ. أنا سأسأل. ها من الشيطان. ماذا حصل في الطياض يا؟ لأنك لم ترى ولم تسمع. أنت لم ترى ولم تسمع. عد. من الشيطان. ماذا حصل؟ ها؟ استثل وماذا؟ انظر. أعد. من الشيطان. وإشمام. كيف نقرأها؟ الشيطان. هذا إشمام. إذا تقول الشيطان. من الشيطان. انظر يا عبد العزيز إن تقرأ من الشيطان. هذا إشمام. كيف الصحيح يا بنار؟ الشيطان. ط ط ط ط هكذا. ط ط اشمام. من الشيطان. ماشي هذا بس يعني الاستعلاء جيد. الآن يوجد تفخيم لكن ما زال قليل اشمام. الآن باقوس استعلاء قليل لكن استفاء لكن هذا الاشمام ما زال. من الشيطان الرجيم. أعد الرجيم كأنك صح. أعد الرجيم. كيف الرجيم؟ الرجيم. لا كيف سمع أول. سمع أول. دكت بنار. الرجيم. ما هذا؟ الرجيم. إشمام. ها؟ إشمام. أنت سمعتم صوت ضم قليل؟ إذا يوجد صوت ضم قليل ماذا؟ تشميت. نعم هو إشمام. إشمام كرنا أداء ضم لكن إذا يوجد سوارة ماذا؟ تشميت. وهذا هو الروم. إن شاء الله سنأخذ الروم. الروم هو أن تأتي ببعض الحركة. أول مرة أنا سأقول هذه فائدة برتامة. الروم هو أن تأتي ببعض الحركة. الآن ببعض الحركة مثل ماذا؟ مثل هذه. والطور. طول. والطور. أيوه في كتشل. كسرة كتشل. قالوا هذا كسرة كتشل. نامانيا الروم. نامانيا الروم أديان بالنار. أديان تدا بالنار. أديان إندا. أديان جليك. مثل ماذا؟ التكرير. مثل التكرير. الروم هذا الذي فعله شكاران من؟ عبد العزيز. اسمه الروم. اسمه ماذا؟ الروم. هذا الروم هذا أحيانا صحيح. سنقول لكم متى صحيح إن شاء الله في الجزرية ومتى ليس صحيح. لكن أنت تقرأ تقول الرجيم. أيوه كيف؟ الرجيم. أحسنت تمام. طيب كذا. من أين ستقرأها كذلك؟ كذلك. أظهر الذال. كذلك ما
كذلك ما أتي. يا خليفة بالنار؟ لا. ما هو يعني بالنار كيف؟ كيف نقرأ كذلك ما؟ خلاص خلاص نم حركات أو لكن بعدها إيش كيف نقرأ هذه؟ ما هذا المد؟ هذا مد يوجد مد إسكان هذا مد أو بياسة أو تيدا هذا مد؟ تيدا هذا. هذا الآن بسار هذا صلاة بسار يا كذلك ما أتى ما أتى أيوة كذلك, كذلك ما أتى هي الآن هل أنا أريد أن أسأل الفان ما حكم المد الآن يوجد مد جائز منفصل هل يوجد مد آخر الذي هو يقرأه الآن مد أبا أتى مد أبا الذي يقرأه الآن مد بدل صح؟ هل يوجد مد بدل الآن؟ لا يوجد إذن هي همزة ماذا؟ همزة قطع هنا همزة؟ قطع قطع كيف نقرأ همزة القاطع؟ كيف نقرأ الصحيح يا رجال؟ كذلك ما آتى أو أتى أتى بماذا؟ كرنا همزة قطع كرنا همزة قطع لا يوجد همزتين لا يوجد بدل هنا لا يوجد مد بدل طيب أنت قرأت الآن بدل كذلك ما كذا ولا كذا كذا أيوة كذا لا وتقول أنت أيضا كذا ما هو الخطأ يا يمين تكلف ها تكلف وأيضا أبا لقي نتاع ما هو ك وك ما هو بدا ابا ها استعلاء استفال يوجد لماذا واستعلاء والكاف استعلاء ولا استفال اقرا لنا يا ضياء الكاف اماله هو قال اماله صح ضياء انا لم اسمع اريدك ان تقرا كذلك الكاف بالاماله كيف كذلك ما شاء الله الله يحفظك يا ضياء نعم كذا 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 ليس كسر ويعني ماذا ليس قوي كسر وليس ماذا فيكون كذا ك ك كذا كذا لا ك ك ولا يوجد تفخيم يوجد تفخيم كذا لا يوجد تفخيم اذا كذا كذا كذلك ما ما هذا ما خرج من أين الميم مع الألف خيشوم يوجد أصل غنى من الميم لكن لا نقول الألف من الخيشوم انتبه كذلك ما أتى الذين أتى 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 ماذا حصل في التاء يا أزم التاء ماذا حصل بها جمبور دال أيوة انتبه أنا أسأل أزم أنا أسأل أزم أنا أسأل أزم أحسنت يا راك الله يحفظك بارك الله فيك نعم جمبور فقل قلت أت أت لا أت أت أيوة بالهمس نريد التاء بالهمس أتى 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 تمام تمام مية مية كذا كا كا ليس كا ليس كا ك ك ك ك كذا أنت مرة أخرى تقول ك كذلك صح يا زهدي السلام عليكم يا زهدي ما شاء الله إذا يأتي زهدي متى متى هذا سبحان الله كيف حالك يا زهدي ها الله يحفظك يا زهدي الحمد لله الله يشافيك ويجي لك صحة وقوة الآن ما هو الخطأ يا زهدي ك ك وك ك كذا خطأ أبا صلاة أبا هو يقول كذا وكذا ينبى النار كذلك أو كذلك اثنين اشتيق ها كيف كيف يعني فكس يا زهدي ها زهدي انتبه ها ك وك بيد أبا ك ك بيد أبا تخيم فكوت يا زهدي الله يحفظك مو ده أيوه تخيم وترقيق
هو تفخيم، هو يفخم الكاف صح؟ صح. عبد العزيز يفخم الكاف صح؟ عبد العزيز يا زهدي نعم. الآن ليس كذا 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 كذا. مرة أخرى استفال أكثر، بانيك استفال يلا. كذلك كذلك ما ماذا بك ماذا بك؟ كذا كذلك ما أتى الذين ماسي جمبور دال أتى الذين من قبلهم. كيف نقرأ الإخفاء؟ من قبلهم. لا تجعل النون إظهار، هذا من قبلهم لا يصلح يا عبد العزيز. نحن قلنا دائما يوجد إخفاء، إذا تقول من هذا إظهار النون صح؟ كيف الإخفاء؟ وناقش في المد. أيوة المد هذا ما أتى ما مده جيد صح؟ كم مددت أنت يا عبد العزيز؟ ما أتى كم هذا المد؟ برابا مد هذا؟ أمبت أمبت أجل. بوليه ليما بوليه 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 ليما بوليه نام بوليه 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 تجو؟ لا. طيب ما اسم هذا المد؟ جائز منفصل. جائز منفصل يعني بوليه أمبات بوليه ليما بوليه نام نام. أدا أدا لاقي هل يوجد آخر؟ لا. ماذا؟ حركتين. حركتين يجوز حركتين من أين؟ من طريق طيبة النشر. من طريق طيبة النشر. ما شاء الله يا عبد العزيز. طيب الآن هذا تمده كم؟ أربع إلى خمس؟ إلى ستة. إلى ست حركات. بعض العلماء يقول أربع إلى خمس فقط. طيب طيب الذين كيف نقول من ط من ق من ق من ق منقى. إذا قلنا يا رغيب منقى من منقى صلاح أبا ها يا رغيب. إذا قلنا منقى أحسن إظهار للنون، و لأن الإظهار كيف تقول منهمر 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 حكم أبا منهمر يا حذيفة حكم أبا يظهر. فإذا قلنا قلت منهمر ماذا إظهار بقلنا صح؟ لا يصلح. كذلك عند أن تقول من قبلهم من قبلهم هذا إظهار بماذا؟ بقلنا. هل يوجد يا جبران إظهار بقلنا؟ لا يوجد إظهار بقلنا، لا يوجد إظهار. فكيف نقول ميقا 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 كيف يا ألفين؟ أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله. كيف يا عبد الواحد؟ ما شاء الله تمام جيد. كيف يا سلمان؟ يا سلمان كيف؟ نعم. كيف يا إسماعيل؟ تمام ميقا. يصلح يا رضا بوليه يا رضا من ق لماذا؟ إظهار. نعم إظهار عند أن تقول من آمن هذا إظهار صح؟ صح. من إذا قلت من آمن إظهار غنة بوليه لا يوجد في التجويد إظهار بماذا؟ بغنة. فنقول ميقا ميقا ميقا. طيب من قبلهم من قبلهم ماذا حصل في القلقلة؟ قب 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 اسمها كتم كتمها قم هي من قب 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 يعني صديقة فتحة أداة فتحة صديقة صح يا زهدي؟ فتحة صديقة صح؟ ها؟ صح. طيب ها. من قبلهم من رسول إلا طيب أنا أسألك قبلهم من حكم أبا إني من من قو لا لا ميم مع ميم ميم كتم ميم قبل قبلهم من ميم كتم ميم أبا حكم أبا إبقوم أيوة إبقوم ميمي
ها؟ إدغام ميمي. إدغام؟ ميمي. ميمي. أداة في التجويد إدغام ميمي؟ ما اسمه؟ أداة نعمة. في إندونيسيا. إدغام ميمي. كذا؟ ها متماثل ميمي أول مرة عليه. هذا بس إندونيسيا صح؟ اسمه. ها؟ اسمه الآخر. إدغام ميمي ها؟ يلا. إدغام. يلا اسمه إدغام ميمي. طيب ما هو الميمي هذا؟ ما اسمه عندنا في التجويد؟ هيا رجال متماثلين. ما معنى متماثلين؟ أنت تعرف مثله كاد مثله إيش بها سندريسيا؟ سامة 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 يعني سامة سامة هذا ميم سامة ميم ميم سامة متماثلين بس عرب متماثلين ميم سامة ميم ميمي ها يلا من قبلهم من رسول إلا قالوا ما شاء الله تمام الراء بها جيد دوارة باقوس إلا قالوا سا كيف السين مع الألف إلا قالوا ساحر أو مجنون أيوة ساحرن حي ساحرن حيرن ساحرن أعد ساحرن أو مجنون ما شاء الله قل أح أح جنبرها أح أح هذه ها أح قل حاء 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 حاميم حاميم أح أح هذه ها اسكرنها ها صديقة حاء طيب واصل ساحر ساحي ساحر ساحر أو مجنون ون هذا ماذا ون متع ها متع أيوة مجنون طيب ما شاء الله كل وش كل جامع أيوة مجنون ها الله مصيب النافع نعم دعاء صحيح ها؟ أكمل أكمل أكمل. أتواصوا. أتا أتا أتا. أريد أن أسمع تا تا. كيف التا يا عبد العزيز؟ تا. أتا أتا. أيوة. أتواصوا به. بل هم قوم طاغون. أعيد بل هم. بل هم قوم طاغون ما شاء الله بس بقي ماذا ها 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 الصاد اين الصاد اتواصوا هو قراءة استفهام اعيدها اعيدها اتواصوا به استعيدها لكن قليل اولا انتبه انتبه أتواصوا به وبعدين الصاد صحيح الصاد ليس الجلاس صح تواصوا قل صاد أتواصوا صو صو قل صو 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 يلا أتواصوا به بل هم قو عيد 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 بل هم ماذا حصل فيه؟ بل بل أيوة تكلف بيأسى بل هم بل هم قوم طاغون طاغون بكا 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 طاغون 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 أيوة بل هم قوم طاغون فتول زيد زيد استفال الفاء ليس فاء 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 بيد أبا فاء 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 تركيك الفاء أيوة تركيك تركيك أحسن فتول عنهم اللام أريد أن أسمع لامين
أنت صح أتيت بلامين لكن ما أدري كيف صح الصوت. فتولى عنهم فتولى عنهم فما الزمن للإظهار أظهر الميم عنهم فتولى عنهم فما لا لا الإظهار عندك الزمن بسرعة الآن ما حكم هذا ميم مع الفاء ميم كتم فاء حكم أبا إخفاء إخفاء أبا صفوي اسمعوا اسمعوا إخفاء ماذا صفوي لماذا إخفاء شفوي ميم برتم فاء ميم كتم ميم برتم فاء إخفاء شفوي صحيح يا أبا مالك إخفاء ولا إدغام إدغام شفوي أو إخفاء شفوي إدغام 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 أبا مالك إظهار 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 لا إله إلا الله إظهار لماذا إظهار جلاس جلاس لماذا ها أعطيني دليل أريد دليل من التحفة كاسي أنا دليل أعطيني دليل من التحفة تستطيع بيسا أنا الأول إظهار أيوة الأول إظهار عند الباء الأول إظهار عند الباء هكذا فالأول إظهار عند الباء صح هكذا صح الأول الإخفاء أيوة أنت صح أنت الآن ممكن جواب لكن أريد دليل لأنك تشك شك كثير أريد أن تأتيني بدليل أبر السؤال اسماعيل اسماعيل كيف حالك الان عندك السؤال عنهم ف ماذا الحكم اظهار ماذا اظهار شفوي لماذا جلاس طيب اعطني دليل احسن من احرف وسمها طفية. واحذر لدى واو وفاء أنت طفي قربها والاتحاد بفريفي إذن عندنا الميم كتم فاء إظهار أشد من القط أشد إظهارا تدغم في مثلها تخفى إن الباء تظهر إن الباء وهي أشد إظهارا عند الباء والفاء طيب أرتينيا أشد إظهارا عند الواو والفاء هل معنى كالو كالو كتم ميم مع الفاء لبي جلاس داري الفاء يعني بيدا الفاء داري حروف اللاي أتو ساما ساما أحسنتم ساما إذن أرتينيا أشد إظهارا من يستطيع ما معنى أشد إظهارا تي جلاس يعني كالو أنت تقرأ ميم كتم فاء أو ميم كتم همزة هل بيدا أو ساما ساما إذا ما معنى أشد إظهارا أداء دواء على سام هذا دواء الأول ما هو الذي قاله الجمزوري لقربها والاتحاد بالفي لقربها بمعنى أنه ميم كتم فاء الميم والفاء من أين الشفتين وميم كتم ماذا واو يعني كتم لقربها والاتحاد الاتحاد واحد في المخرج والثاني ماذا؟ لكفي المخرج نحن قد سبق وشرحنا لماذا أيضا قالوا أشد إظهاراً؟ بسبب نحن قلنا سبب يوجد سبب كرنا ها نحن شرحنا يوم بانياك نحن شرحنا عند أن تحدثنا مع الشيخ أيمن سويد هكذا تذكرون لماذا أشد إظهاراً؟ نعم لأنه بسبب القرب والاتحاد الاتحاد الميم مع الواو واحد مخرج والميم مع الفاء ماذا دكاد مخرج الآن نريد أن نعرف لماذا يا إخوان قالوا أيضا أشد إظهارا يوجد سبب آخر ما هو سبب ثاني كرنا بانيات أوران صلاة قالوا ميم كتم فاء أو ميم كتم واو
فيقرؤونها إخفاء، فيقرؤونها إخفاء مثل هذا عنه فاء كثير. فقالوا كرنباني أورنباني إكسالا يقلبها إخفاء، قالوا ماذا؟ هي إظهار. انتبه، نحن جبنا مثال، مثال ماذا؟ أدا جلن، جلن 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 بانجل ditambah di jalan, di jalan banyak yang apa licin sama ada jatuh jatuh ada tergelincir. Ayo jalan semua panjang mungkin 5 kilometer, lakin huna karena banyak cik 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 ha kata buaraka hati hati di sini jalan lecen awas anta cing ايوه. قال العلماء واحذر لدى واو وفاء كرنا كانوا من كتاب مفاء من جاد اباء كذي صلاح اخفاء. من فهم هذا الكلام؟ سيب فهم هذا الكلام يرفع يده ما شاء الله. طيب بين يا يمين باللغه الاندونيسيه جلاس بس الاندونيسيه واضرب مثال 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 يمتازي بحاسه الاندونيسيه انتك Aku faham, anda faham. Untuk yang belum faham, faham. Dia yang tidak faham, faham. Insya Allah yang ingin maaf, faham. Insya Allah, baik ya. Yalah. Kenapa ulama bilang tidak syakawi itu lebih jelas ketika ketemu waw dan fa? Karena banyak orang ketika membaca min sukun bertemu waw atau fa berubah menjadi ikhfa. Ahsan, ada maaf. Kenapa ini? Anda sudah tulis? Nah. Udah mana anda tidak jawab? لماذا أنت لا تجيب؟ نعم ماذا هو؟ بسبب هذا أنه كثير ميم مع الفاء يحصل ماذا؟ فاء. فقال العلماء انتبه هنا أشد إظهارا أشد أيوة فقط من أجل هذا ولأجل أنه الاتحاد والقرب في المخرج الاتحاد والقرب في طيب ما هو واصل؟ عنهم فاء عنهم فاء عنهم فاء فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أولاً نحن قلنا الميم مع الفاء كيف سيحصل إظهار الشفوية يا إخوان؟ عنهم فاء عنهم أدى زمن التحقيق لا تسرع عنهم فاء عنهم فاء عنهم فاء لا تسرع جنجان جبتها فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ كيف الإخفاء نون مع التاء فَمَا أَنْتَ المد قصير المد قصير يعني كرًا مد فَمَا أَنْتَ كيف هذا الإخفاء هل هذا كيف نقرأ النون مع التاء كيف نقرأه يا أنت دكت صحيح لكن أنت أنت صلاة سماء من قبل النون مع التاء إخفاء ولا إظهار يا جبران إخفاء إخفاء كيف نقرأ النون مع التاء يا زيدان نون مع التاء كيف نقرأها أحسنت يا زيدان نعم أنت أنت يا زهدي لو أننا قرأنا أنت ها يا خليفة أنت صلاة أبا ها أنت صلاة أبا ماذا نون أيوة ماذا يعني ماذا حصل إبرام أبا يغنى أو بدون غنى خليفة نحن جواب أول صح ولا لا؟ ما هذا الآن أنت إظهار ماذا؟ بغنة إظهار فكيف ينبن كيف؟ أحسن لا تقول أنت لا أنت أنت طيب يا عبد العزيز كيف؟ أنت 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 طيب فما أنت بملوم طيب وذكر
dzakir fa innadzikra fa fa innadzikra tang intabe fa innadzikra tang fa'ul mu'minin wa ma khalaqtu wa ma khalaqtul jinna wal insa. ايضا صلاه جوبا في النون مع السين ماذا بك كله اظهار بغنى عندك كيف يا عبد العزيز وال ان ايوه وال انسا الا هذه صا سا ولا هذه صا ولا سا سا ايوه wal insa a'id wal insa qul sin sin wal insa insa anta masih ada idhar sah kayfa sah ya rizqi wal insa طيب هو يقرأ كيف هو كيف الصلاة أحسن ما شاء الله قالوا أنت بيسا يعني ماذا فهم صلاة لأن أنت تستطيع بيسا يعني ماذا اسم باسا إندونيسيا براكتك يعني صلاة أنتك فهم باقوس مثل رزق لا تقول والإنساء لا إخفاء ماذا سيحصل للنون إخفاء سيحصل للنون ماذا إخفاء والإنساء الإخفاء يكون في النون أو في الحرف يا جبران هيا رغيب الإخفاء في النون أو في الحرف ها رجال الإخفاء في النون أو في الحرف ها ألفان في النون أو في الحرف ها جواب يا ضياء عندك يا يمين بسم الله يا زهدي يلا حذيفة في النون أو في الحرف طيب بسم الله عندك ها في النون أو في الحرف الإخفاء في النون الإخفاء أين في النون تقول والإنساء طيب أحسن يلا أكمل والإنساء لا ساء لا ساء 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 سا. والإنساء بلوم أنت بلوم كيف الصحيح عبد الواحد سلمان كيف الصحيح الإنساء أحسنت كيف يا أزم؟ أنت عندك السين ماسي أداء صا سا كيف يا عيبان؟ تمام ما شاء الله كيف يا خليفة؟ جواب دوله يلا كيف يا خليفة؟ إن لا تفضل يا خليفة قالوا إذا أنت ترجع أنا سأسألك ها أكو ثانية الإنسة أنت كيف الصحيح يا أركان السين هيلان عندك كنابة هيلان أريد أن أسمع سين مع صفير سين مع صفير حذيفة يلا حذيفة طيب كيف سنقرأها والإنساء ها والإن لا إله إلا الله لا تقول والإن لا والإن أنت بيسا يعني ماذا بحاسة إندونيسيا صلاة بيدا الإنساء والإنساء صلاة يلا زكي قل له إيجار Ini guna di mana di nun walinsa wal pakai angin gitulah kayak Indonesia gitu angin walinsa
Benar ya, Tia? Nah, jelas bagus. Alhamdulillah. Baik. Wal insa. Wal insa. Baik. Wasl. Hidung. Wasl, wasl. Allahu akbar. Ahsan. Wal insa. Masih ada nun idhar. Besok ana as'aluka. Ha? Anta taqra hadhihi al insa satu kata min qablihim. Semua ikhfayan huna. غدا قبل ان نبدا عبد العزيز سيقرا هكذا ميق ميق كذلك هنا ايش ايضا ايضا ادي معنى انشاء الانساء الانساء كذلك انت انت الى ما كمان ها ماذا باكيت طيب طيب هذا غدا ان شاء الله تيجا كاتا ها من قبلهم وانت والانسا يا اخوان ذكروني 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 قبل ان نبدا عبد العزيز يقرا هذه الثلاث الكلمات صح ان تقرا عند ضياء عند 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 حتى انت تاه يعني بالنظر يلا ماذا ايضا جد باكي اذهب اذهب ايوه وال ان طيب غدا انت اصلاح بربيكي حتى انت طيب تفضل وال ان سائل س س سين سين سائل ليعبدون ما شاء الله أنت قرأت باقوس إلا ليعبدون العين أداة رخاوة كتشل باقوس مئة ما شاء الله أحسنت ما ما, ما لا كيف ما ما ما, ما أريد منهم ماذا حصل في النون يا إخوان منهم من نبر هذا نبر لا لا بيأسى منهم منهم ما ما أريد منهم مر رزق مر ري مر ري مر رزق مر رزق مر رزق مر رزق وما القاف مع الكاف عندك قاف جمهور كاف مير ريز قيو 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 قل هكذا قيو قيو أي مير مير ريز قيو وما مير ريز قيو مير ريز قيو وما أريد أن يطعمون انتبه ماذا حصل كورونا با كورونا غنى كورن غنة كورن جلاس يا دوايا أيوط أيوطعمون أيوة القلقلة أعيدها أيوطعمون كيف نقرأها القلقلة أيوط أيوط يطعمون يطعمون أي يطعمون طيب أحسن الطاء يطع أدا عين زي أيوة طاء طاء استعلى ليس استعلى أي يطعمون أي يطع يطع أي يطعمون إن الله إن الله هذا استعلاء ولا استفهال؟ الآن لفظ الجلالة استعلاء أو استفهال؟ ينبي النار استعلاء استعلاء كان استعلاء صح؟ كيف نقرأ الاستعلاء؟ أنت الآن جمبور استعلاء استفهال أنا أريد استعلاء سموه استعلاء إن الله كيف نقرأ الاستعلاء؟ إن الله إن الله من يسمع استفال في لفظ الجلالة؟
من يسمع ترقيق؟ تسمع يا رقيق واضح صح؟ تسمع يا رزقي؟ تسمع يا أمين؟ تسمع يا ضياء؟ لم تسمع؟ تسمع يا رجال؟ يا رب ها؟ ها؟ هكذا نقرأ إن الله طيب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أحسنت. الراء عندك قليل روم هكذا مثل ما تقول الرحمن هذه مثل الرحمن الرزاق ذو القوة المتين. طيب ما في مشكلة التاء ماسي أدا سديق الدال لكن أحسن. فإن للذين ظلموا كيف الضاء ظاء 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 ماذا يحصل في عنده ماذا أنتم انظروا كيف يقرأ الضاء ها ماذا حصل ظاء ظاء إشمام إشمام ظاء ظاء لا ظاء إذا الآن مفتوح أو مضموم الظاء مفتوح ولا مضموم فتحة أو ضمة الظاء فتحة بها سعر مفتوح مضموم ها إدغام ميمي طيب ظاء ظاء ها ظاء ليش ليس ظاء ظاء لا هذا إشمام ظاء لا هذا إشمام ظاء ظاء فإن للذين ظاء 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 إذا قلت ظاء هذا إشمام فإن للذين ظلموا إشمام يوجد إشمام في الظاء ظاء ظلموا 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 ذنوبا ماذا حصل الخطأ صلاة أبا ذانو هذا اسمه ماذا الإش هذا إشباع إشباع هذا سنبرنا ذال بعده ألف ذا ليس مد يعني قليل ذانوبا ما هذا ذنوبا مثل الآن ماذا حصل في التنوين مع الميم؟ بانيا قلنا انتبه أنت أدى ميزان تعرف ما هو الميزان هكذا هنا هذا ما اسمه هذا باسم هنا هكذا ها؟ بنك مال أيوه أيوه هذا حق الله إيه حقهم هذا نكتبه هذا الذي سيكون في الطلبة تمام ما شاء الله تمام سيكون في الطالب عنده ورقة كبيرة ما شاء الله جميل يعني هو سيسمي اسمي أنت تنظر أخطاء كم تكون طالب ما شاء الله ترتيب جميل كم عدد الأدعية؟ 11 11 ما شاء الله تمام شيء تمام 100 الله يحفظك أين كنا؟ طيب أكمل ذنوبا مش لا لا أيضا الواو ماذا حصل في الواو؟ ها؟ من الخيشو والزمن كرن أتو بنجان؟ كرن كرن من قال ناقص؟ ماذا بكم؟ يزيد يزيد يقول ذنوبا ذنوبا لا هذا يزيد يلا ذنوبا عندنا ميزان صح ميزان لا بد أن يكون عندنا هذا الميزان ميزان للفتحة والكسرة والضمة أنت تنتبه ميزان للمد المد الطبيعي عرفت هذا ركن من أركان التحقيق ركن الإسلام ركن أركان الإسلام كام أركان التحقيق نمرساته هو حرف 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 الركن الثاني ميزان الميزان ما هو الميزان زمن 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 الفتحة
زمن الكسرة، زمن الضمة، زمن المد الطبيعي. هذا ميزان. الميزان إذا أنت لا تستطيع، قالوا أنت ديدا بيسا ديدا أدا ميزان فتحة كسرة ضمة مد طبيعي، أنت التحقيق حقك ماذا؟ يعني جاتو، ما في تحقيق، خلاص فهمتم؟ قراءة التحقيق هذه بوكان يعني ماذا مودة، هذه قراءة التحقيق تحتاج إلى انتباه فكوس، ها تنتبه. نعم، مشايخ كبار علماء كبار عندهم 10 قراءات، سبولو قراءات 10 قراءات، إذا يقرأ بالتحقيق أداء صلاة. لماذا؟ لأنه يحدث ممكن هو يفكر تفكير دي أو أنا أكو بلوم أكان أنا أكو بعدين باني أكين ماذا قرآن باني أكتم باني هارس ماذا فكوس. التحقيق ليس مثل الترتيب، صح؟ أنت إذا تصلي فإن للذين ظلموا ذنوبا، هذه ترتيب طيب، ويكون في الصلاة أنت فكوس مع الأحكام أو مع المدود أو مع المخارج والصفات، فكوس مع ماذا؟ خشوع. أيوة، نمرة ساته الخشوع. أنت فإن ماذا معنى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابي فلا يستعجل الله. أنت تفكر في المعنى، لا تأتي تفكر ضاء. الحمد لله هذا إيش معنى ضاء من؟ أيوة، لا يوجد كذا، لا لا، هذا هنا تحقيق من أجل ماذا؟ تتعلم. هذا الآن ماذا؟ تحقيق التلقي. تحقيق ماذا؟ نحن حرف حرف. الثاني الركن الثاني، الأول حرف حرف، الركن الثاني الميزان. ميزان، ما هو الميزان؟ زمن، زمن فتحة، زمن كسرة، زمن ضمة، زمن سكون، زمن مد. هذا إذا زمن عندك ليس صحيح لا يوجد تحقيق. ثم ماذا؟ أنت تقرأ قراءة عادية، ممكن ترتيل أو حدر، أنت تقرأ ترتيل أو تدوير أو حدر. لكن إذا أنت فكوس في الزمن، فكوس في مد، أنت تستطيع أن تقرأ بالتحقيق. عرفت؟ هكذا. إذا ما هي أركان التحقيق؟ أركان قراءة التحقيق يا عبد الواحد، أركان قراءة التحقيق أبا أنت جاوب، ما تعرف أركان قراءة التحقيق؟ قم. بسم الله بسم الله. اثنين. ها؟ خمسة. كم أركان؟ اثنين، نحن قلنا اثنين. أدلاقي أدلاقي، لكن نحن الآن قلنا الذي بنتين. الذي بنتين اثنين. ما هي أركان التحقيق يا أركان؟ أركان يا أركان؟ أركان التحقيق. قم. بسم الله. الآن قلنا صح؟ أنت إذا أنت لا تركز، أنت إذا فكوس قالوا أداء إنفورماسي معلومات في علم، أنت مشكلة. إسماعيل أركان التحقيق. اثنين أحسن، ما هما؟ واحد. ها أبا هو قال لك نضاء اثنين صح؟ بالنظر قالوا أنت ججور تدور صح ولا لا؟ خلاص. طيب أنا أسألك سؤال لاقي، ها عندك يا إسماعيل أركان التحقيق الثاني أبا يندوى إلا قم يا إسماعيل، ها خليفة قم يا خليفة، 2000 أركان التحقيق ما هما؟ قم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عيبان أركان التحقيق ما هما؟ أم. زهدي أركان التحقيق أركان التحقيق أبا ها واحد لازم يقوم. عندك يا سلمان أركان التحقيق ما هما؟ ها؟ حرف 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 حرف. أحسن. الثاني زمن الميزان، ما شاء الله. أحسن يا سلمان، أحسن يا سلمان. طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. لماذا أنتم تدفكوش؟ لماذا أنتم تدفكوش يا إخوان؟
لماذا أنتم تريد فكوس؟ الآن نحن قلنا صح؟ صح. هذه المعلومات أنت تريد أن تكون من جادي جورو، هذه معلومات هارس تكتبها، أنت تكتبها في دفتر. هذه المعلومات تيدا أدادبوك تجويد، من أين ستأخذها؟ أنت تأخذها من الشيخ لانسون، عرفت؟ تأخذها ثم تعلم وتأخذ من، فلا بد أن يكون عندك تكتب هذه المعلومات. طيب يا عبد الواحد، ما هي أركان التحقيق؟ يلا واحد. حرف حرف والميزان. ما هو الميزان يا أركان؟ هذا اجلس يا عبد الواحد. ما هو الميزان يا إسماعيل؟ أحسن اجلس، بارك الله فيك يا إسماعيل. كيف الزمن يا خليفة؟ مقصود زمن أبا، مقصود زمن أبا يا خير، مقصود زمن كيف زمن يعني؟ نحن الآن جلسنا صح؟ شرحنا، مقصود زمن أبا يا عبا، مقصود زمن أبا يا عبا، ها شرح زهدي، أحسن الوقت، كيف يعني مثال؟ الزمن هو الوقت صح؟ بس بس عرب بس كيف يعني؟ زانو ليس بسريع، يعني يوجد زمان فتحة، أدى زمان فتحة، أدى زمان كسرة، أدى زمان ضمة، أدى زمان سكون، صح يا زهدي؟ صح؟ طيب اجلسوا سموه، سموه الدك. يا إخوان، يا إخوان، أنتم فكوس، فكوس. الآن عند أن نقرأ ذانوبا، صلاة أبا ذانوبا، إشباع. بسبب كرنا لا يوجد ماذا؟ ميزان للوقت، ميزان فتحة، ميزان كسرة، ميزان ضمة، ميزان ماذا؟ المد الطبيعي، ميزان، هذا ميزان. أنت تتعلم الميزان، ميزان التحقيق تعلم. ميزان، ما هو الميزان؟ الوقت، الوقت. حرف ذا، ذا، لا تقول ذانو ذا، ولا تقول هنا النون ذانو ذانو با، لا، ميزان، كل شيء له ميزان. ما معنى ميزان هذا بازن روسيا؟ وقتو بازن روسيا؟ تمبangan، ها؟ تمبangan، تمبakan، ها؟ تمبangan، تمبang، تمبangan، 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 يلا تمبangan. طيب خلاص الآن انتبه، تمبangan وقتو زمن، ها؟ فتحة تمبangan، ضمة تمبangan، ها صح؟ tim ba ngan timbangan timbangan nah sahih ya masyaallah. Orang Indonesia jika ia ta'allam lugha arabia mudah, orang Arab ta'allam bahasa Indonesia wow susah. Ana bintar, antum lihat ana bintar, ada orang Arab di sini 5 tahun tidak bisa, ya Allah. Ya susah, bahasa Indonesia susah. Bahasa Indonesia ليس صعب، bukan يعني، لكن kata kata banyak idgham, idgham banyak, idgham banyak, gunna banyak. Yalla. طيب ها تمبangan. Fokus ها تمبangan ها. Zanu bam. كيف هذا الآن؟ النون ماذا؟ مضموم صح؟ الواو سكون، والباء ماذا؟ مفتوح. كيف نقرأ؟ ذنوبا مثل ذا، الثاء مثل ماذا؟ سين، مثل السين، مثل مثل ذنوبا مثل ذا، مثل قل ثاء، ثاء مثل مثل ذنوبا مثل ذانو. الله أكبر، هذا ما اسمه؟ ميزان صح؟ صح. كان تيدا هذا ميزان من من جادي إشباع، إشباع فتحة عن الفتحة ذا، من جادي الفتحة إذا بانياك من جادي أبا بانياك فتحة من جادي ألف، من جادي ألف بانياك كسرة من جادي يا، بانيك كسرة من جادي يا، بانيك ضمة من جادي واو. أيوة انتبه، مثل ذانو ذانوب، لا تقول ذا، مثل ذانوب مثل ذانوب أس بأش الصاد ماذا؟ بأش السين استفاد، نعم
بسبب الإطباق لا يفعل الإطباق إذا يوجد إطباق ماذا ستكون استعلها ماذا ها أحسنت يلا الآن أص يا إسماعيل أص وأس بيداء با أص أس تفخيم حكم أداة صفة من قرآن قرآن صفة أبا لهذا كي رضا حكم رضا أبا طيب تفضل يا إسماعيل ماذا نقص الإطباق صفة الإطباق ماذا نقول أص 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 أيوة الأص أص أصحابي ح أصحابهم فلا ماذا حصل في المهم تكلف وماذا هم هم أحسن هم أصحابهم فلا يستع فلا يص فلا يص فلا يص فلا يص يص فلا يستعجلون أنت بقوس العين تأتي بها رخاوة لكن أنا أريد تنبى رخاوة سديكت يس تع يستعجلون يس تع يستعجلون جنبر أبا جنبر حرف حرف ماذا اسمعوا اسمعوا يستعجلون همزة يوجد جنبر ماذا همزة لكن قليل ليس كثير يستعجلون طيب فويل للذين كفروا عندك الفاء استعلاء عندك الكاف استعلاء نحن نريد استفال كفروا كافا ولا كافا كافا ما هو البيداء بيداء أبا يا سلمان كافا وكافا ماذا الصفة التي مختلف هنا كافا وكافا فكس كافا كافا نعم تفخيم يوجد في الكاف والكاف هو من حروف الاستعلاء ومن حروف الاستفال استفال صح؟ صح فنقول كافا كفروا أنت الآن تقول صحيح وتأتي ثم تقول كافا كفروا كافا كافا كا 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 قل كا كا أنا أريد منك دواء كا كا وكا دواء أنا أكو مو داري أنت دواء كا ينتفخيم استعلاء ينترقيم يلا كا إني أبا استعلاء أو استفال كا استفال إني كا استفال طيب استعلاء كيف باقي ما نستعلاء كرنا أنت بلوم جلاس استعلاء من استفال دار استفال كا استعلاء واستفال كا اسكرنا كو كا استعلاء كا استفال أنا أريد استفال كا كا ها تمام كفروا الله يرجع ما في مشكلة طيب. كفروا ميومهم ميومي ماذا حصل كرنا أبا الغنة الإدغام مية مية سنبرنا ما في بوكان سامة الإخفاء باقوش بقي ماذا الغنة زمن ميومهم الذي يوعدون الحروف سموها ضعيفة صح ضعيفة لم يخرج يعني كلها مخارج بعيد المخارج أنا أحتاج إلى أن تقرأ كثير عندك ام بي 3 بني ام بي 3 صح خلاص اسمع ام بي 3 عندك خلاص الشيخ أيمن سويد سده جزء عمه ولا جزء ماذا مريم مريم خلاص اسمع طيب وعند أن تسمع إذا أنت تسمع مثلا للشيخ تقرأ معه اقرأ معه اقرأ معه مثلا ميومهم هو سيقرأ بالتحقيق التلقي أو السردي سردي السردي فيكون أنتم تلاحظون ماذا كرا ماذا ليس مثل ما نقرأ نحن صح
كرم في الغنون في الغنة كرم في ماذا في بعض الأشياء لماذا السردي يكون أسرع قليل السردي اللي بيتبدى لماذا التلقي الترتيل يعني ماذا يعني اللي بيتبدى التحقيق مع صب والحدر شبت بسرعة إن شاء الله نحن إذا في التحقيق ثم سنقرأ إن شاء الله ماذا كيف الترتيب ثم الحدر إن شاء الله طيبة خلاص بارك الله فيك أريدك استخرج لي من رسول إلا قال له ساحر أو مجنون من رسول ميم من أين تخرج الميم ميم أيوة من أين تخرج الميم الخيشوم الميم من الخيشوم الميم من الخيشوم صحيح يا إخوان من رسول الميم من الخيشوم تخرج وبر السؤال أنت صلاة حسب هذا أنزح لماذا الميم من الخيشوم؟ أنت لهذا ميم أداة لأساس شدة كبا من الخيشوم أنت هارس جلاس كالو ميم ميم سما ميم لا لا كالو ميم سما ميم ها من جادي ماذا إدغام متماثلين تابس كارل أكو بيلان أنت يعني ماذا لانزق من لا تقول من الخيشوم من أين تخرج الميم هنا؟ لماذا ليس من الخيشوم؟ ها؟ أحسنتم إذا أول حرف لا نقول من الخيشوم ما هو الذي يخرج من الخيشوم؟ الميم والنون المشد طيب من الخيشوم الصفات؟ صفاتان جهر بينية جهر بينية استفان فيتا إزلاق صحيح طيب قلقل أبا من الذي يقول قلقل قلقل ميم ها قلقل أبا ممكن أن يعني تعطيه معلومة قلقل أبا لا يوجد صح أنا أبحث يعني هنا قلقل ما في حرف نون طرف اللسان نون من طرف اللسان يا جاهر جاهر بنيا استفان بيتا إزلاق رو طرف اللسان جاهر بنيا استفان بيتا إزلاق صحيح طيب نون مع الراء ما الحكم نون ساكنة بعدها راء نون كتم راء نون سكون كتم راء حكم أباء إخفاء أو إدغام أو إظهار أو إقلاب إدغام 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 ماذا؟ نعم له اسم صح؟ إدغام؟ أوه إني إدغام بلا غنة إدغام بغير غنة نحن نقول إدغام بلا غنة كامل أو ناقص؟ بلا غنة ناقص ناقص أو كامل؟ يعني انتبه ممكن أنت بحث إندونيسيا نحن الذين نقول بغنة ماذا؟ كامل أو ناقص؟ ناقص هذا الآن من رسول كامل أو ناقص؟ ناقص بحث الدنيا كامل؟ سمبرنا والناقص؟ سمبرنا طيب ما اسم هذا الآن؟ ناقص أو كامل؟ كامل كامل ها؟ لم يأتي بالراء صح؟ ماذا بقي صفة الراء؟ ماذا؟ بقي صفة الأخير من الصفات التي ليس لها ضد بقي صفة صح؟ ما هي؟ التكرير الانحراف التكرير؟ الانحراف طيب سين رأس لسان همس همس رخوة استفان فيتا إسمات تمام وبداور فلمات الجاوف مطمئ حركتان فقط لام طرف لسان جاهر بينيه جاهر بينيه استفال انفتاح إزلاق طيب حمزه اكسر حرف ماذا بقي صح الانحراف الانحراف انت تكرير لا يجب حمزه اكسر حرف جاهر سده استفال انفتاح اسمات صحيح لام. هو في أي حرف الآن؟ في أي حرف الآن يا ألفان؟ حرف أبا أحسنت يا ألفان ما شاء الله كوس ألفان إيه؟ لام طرف لسان جهر بينيا استفان فيتا إزلاق الانحراف أبا داور رفل مات الجوف
Mad apa hada? Tabi'i. Tabi'i. Kami mad? Dua harakat. Ahsan. Kof. Aksolisan. Jahar. Sidah. Istiqla. Invitah. Ismat. Ahsan, ahsan. Mabadahu uruful mad al-jawuf. Lam turuful lisan jahar bainiyah istifan vita isla kalinirof. Mabadahu uruful mad al-jawuf. Sin. Sin raksulisan hamas. Rahulah. Sebenarnya ini soal. Huwa qalu. Al-alif hadha al-mad. Mad apa? ما اسم هذا الألف؟ لا تنطق. ما اسمه علامة باء؟ الجمع. علامة؟ جمع. الجمع. طيب. يكتب ولا ينطق؟ نعم يكتب ولا؟ تنطق. سين رسول لسان. طيب أنا أسألك ساحر أو حكم أباء؟ سا تنوين بعده الهمزة. ساحر أو jelas apa sih idgham idghar ha idgham idgham sahirun au idgham sah idgham ya Abdul Aziz jelas idgham apa izhar ha jelas bahasa Indonesia jelas namanya sah jelas idghar bahasa Arab ismuhu idghar fahimta طيب maj hukum ada madal jim qalqalah madha sukra ahsan nun ما هذا المدنون؟ مدارد مدارد السكون كم يمد يا؟ 4-5-6 أمبات لما؟ نعم أمبات لما نعم صحيح؟ لا أمبات لما نعم صحيح؟ لا لا كم يمد يا صحيح؟ دواء ماذا بك يا عبد العزيز؟ كم يمد؟ 2-4-6 أيوة دو أنبات هذا مد العارض للسكون خليفة هذا المد العارض للسكون هل يوجد أدا مد سبرتي هذا المد دو أنبات النام هذا مد أبا نما ما اسم هذا المد ما اسم هذا المد أدا أو إذا أدا صح مد أبا ال أحسنت يا خليفة مد اللين طيب بارك الله فيك يا عبد العزيز الآن أذان فتح الله عليك وفقك الله نسأل من الله أن يزيدك من فضله آمين آمين اللهم آمين غدا من عبد الواحد صح طيب استعد عبد الواحد والذي بعده دعاء كفارة المجلس بارك الله اللهم تفضلوا بارك الله فيكم